السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على عودة تكثيف الغارات على معسكرات ومواقع الميليشيا في صنعاء ومحافظات عدة. إذن مشاهدينا، نسق جديد للحملة العسكرية الجوية ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع، لعلها الأعنف كتلك التي شهدتها الانطلاقة الأولى للعملية أواخر مارس من العام الماضي، لكنها هذه المرة تبدو أشد حسما. ففي خطوة أعقبت فشل مشاورات الكويت وهدنة حذرة تجاوزت 3 أشهر بالتزامن مع قيام ميليشيا الحوثي باتخاذ قرارات غير محسوبة العواقب، عادت طائرات التحالف لتكثيف غاراتها خلال اليومين الماضيين على مواقع ومعسكرات الميليشيا في أكثر من محافظة. وشهدت العاصمة صنعاء أعنف الغارات التي استهدفت منطقة النهدين القريبة من مقر الرئاسة، وأيضا معسكر بيت دهرة الواقع في مديرية أرحب، وجبل الحفا جنوب شرق صنعاء، وأيضا معسكر الصيانة المجاور لمعسكر الفرقة الأولى المنحلة الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي والمخلوع. تخللت الضربات غارة خاطئة استهدفت مصنع العاقل للمواد الغذائية في العاصمة صنعاء، أسفرت عن استشهاد 12 عاملا وسقوط نحو 20 جريحا. لم تكتفي قوات التحالف بتكثيف غاراتها، بل قررت إغلاق مطار صنعاء ووقف الرحلات الجوية لمدة 72 ساعة على الأقل، الأمر الذي دفع بناطق الميليشيا محمد عبد السلام ورئيس وفدها التفاوضي لاتهام السعودية بعرقلة مغادرة الوفد من مسقط إلى العاصمة صنعاء. مشاهدينا، نتوقف عند هذه المستجدات العسكرية لنناقشها في محورين: ما دلالة عودة قوات التحالف أو تحالف دعم الشرعية لتكثيف غاراتها ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع بهذا المستوى، ولماذا أو وهل تمهد هذه الغارات لعملية عسكرية كبرى يجري التحضير لها، أم أنها محاولات لتعديل موازين القوى على الأرض بهدف تحسين شروط التفاوض؟ هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها مع ضيوفنا الليلة في زوايا الحدث، ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. بين إبريل وأغسطس صمدت هدنة هشة لكنها لم تدم طويلا، خلفت هذه المشاهد في سماء العاصمة صنعاء. 3 أشهر وتزيد هي المدة التي استمرت فيها مشاورات الكويت منذ 10 إبريل الماضي، الذي مثل منعطفا جديدا للحديث عن توقف الحرب وفي مقدمتها توقف الغارات الجوية. لكن ومنذ أن أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إنهاء المشاورات حتى عادت الأوضاع إلى ما كانت عليها سابقا، كان هذا إذانا بعودة غارات التحالف العربي إلى استهداف معسكرات ومواقع تابعة للميليشيا وقوات الرئيس المخلوع في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى. وبينما توقف الأمل بتوقيع الميليشيا على مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن، توقف معها الحديث عن أي حلول سياسية مرتقبة، لتشير البوصلة هذه المرة إلى العاصمة صنعاء مباشرة، فمرة إلى البوابة الشرقية وأخرى إلى سماء العاصمة، حيث تدق مدافع الجيش الوطني في جبهة نهم أبواب صنعاء الشرقية وترسل الطائرات سحبها السوداء إلى السماء. وبين هذا وذاك تتضاءل معها آمال اليمنيين بالخروج من دائرة القتال، وفي مقدمتها سكان صنعاء من يقضون أوقاتا عصيبة من عودة الغارات. سعت جماعة الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع إلى وقف طيران التحالف، نجحت جزئيا صحيح، لكن تصرفاتها الداخلية أيضا كشفتها أكثر، حيث استمرت تقود هجماتها الداخلية بقصف المدنيين في تعز والبيضاء وشبوة. إذن فشل المشاورات السياسية يلقي بظلاله على الأوضاع الداخلية مجددا، ليكون أول ما أعاد التحالف النظر فيه هو مطار صنعاء الدولي، الذي أصدر بشأنه مذكرة مكتوبة بتوقيف الرحلات من وإلى المطار، حددها ب 72 ساعة بشكل مبدئي، وهو ما وجدت فيه جماعة الحوثي فرصة للرد من خلال ناطق الجماعة الرسمي الذي قال إن السلطات السعودية منعت طائرتهم من مغادرة مسقط إلى العاصمة صنعاء. فيما يتعلق بالأزمة اليمنية إذن، يبدو الخيط الفاصل بين السياسة والحرب رفيعا جدا، بل ويكاد يختفي، فكل جهود السلام بوسائل سلمية في لحظة واحدة تلاشت وتركت ميادين القتال مفتوحة كخيار وحيد.
إذن مشاهدينا للحديث حول موضوع حلقة الليلة التي سنناقش فيها يعني عودة تكثيف الغارات الجوية على معسكرات ومواقع الميليشيا في صنعاء وعدد من المحافظات. سينضم إلينا الآن العميد ركن عسكر زعيل عضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت. سيادة العميد مساء الخير. مساء النور حبيبنا، اهلا وسهلا بك، مساء الخير لك ولكل المشاهدين. اهلا بك، يعني الى ماذا تشير العوده المكثفه للغارات بعد يومين من اعلان انتهاء مشاورات الكويت وبعد يوم واحد فقط من اعلان المبعوث الاممي ان الحسم العسكري غير مقبول ولا يمكن السماح بحدوثه؟ الإشارة بالنسبة لقضية العودة هذه تعتبر هي تنشيط لعودة لإعادة الأمل الذي كان قد ترتب عليها عملية العملية السلمية، أقصد أو أنها يعني كانت في إطار انتظار ما سينتج عليه المشاورات في الكويت. طبعا أنا أريد أن أشير إلى شيء مهم، أن موضوع المشاورات في الكويت كما يروج كثير من الناس أو كما يروج لها البعض أنها فشلت، وأنها أنا من وجهة نظري أن المشاورات لم تفشل بالشكل المعروف، وإنما وصلت إلى الإطار الآخر من الجانب الذي نحن نأمل فيه أن يكون جانب سلمي على حسب ما تريده الدولة وما تريده الحكومة الشرعية وما يريده المجتمع الدولي. إلا أن تنشيط الآن العمليات الغارات الجوية وأيضا التفاعل على الجبهات في الأرض له دلالتان، الدلالة الأولى أو أقصد الأشياء المؤكدة التي تم تأكيدها من أرض الواقع أن إفشال الحوثيين للمشاورات أو إفشال وفد الإنقلابيين للمشاورات في الكويت كان يهدف إلى يهدف أولا إلى التصعيد على الأرض، إلى محاولة السيطرة أيضا على محافظة تعز بشكل أكبر، إلى محاولة أيضا التقدم في جبهات نهم، وكان هذا كله ما يحصل الآن هو ردة فعل من جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وأيضا بإسناده يعني التحالف يعني سيادة العميد الذي نشط عودة إعادة الأمل. نعم، يعني سيادة العميد أنت تتحدث عن أن مشاورات الكويت لم تفشل كما يصورها البعض، يعني ما الذي حققته المشاورات بما ينعكس على الأرض؟ أنا أقول أن ما حققته مشاورات الكويت هو شيء إيجابي ومهم جدا، أننا كسبنا معركة المجتمع الدولي وإقناع المجتمع الدولي أن هذه فئة لا ترغب في السلام، أن هذه فئة لا تريد أن تحقق الأمن والاستقرار في البلد، أن هذه الفئة لا تريد أن تنتهي من سفك الدماء وإزهاق الأرواح سواء كان على مستوى الجبهات أو على مستوى الأشياء المبنية داخل البلد. ما كسبناه في الحقيقة في مشاورات الكويت هو أننا عرينا هذه الجماعة أمام المجتمع الدولي، وأصبح الآن واضح وجلي أمام المجتمع الدولي أن هذه الفئة لا تريد السلام. بنفس الوقت أيضا كما قلت لك أنها تريد من خلال إفشال عملية المشاورات أو خروجها دون التوقيع على الاتفاق الذي يعني صاغه المبعوث الأممي هنا تريد هذه الفئة أو هذه الجماعة تريد أن تحقق مكاسب في الأرض حتى تعود في الجولة المقبلة وهي تتفاوض من منطقة القوة. لكنها ولله الحمد أنا أذكر هذه الفئة، بل أذكر الشعب اليمني أنه في جنيف عندما طلب منهم أن يتراجعوا من عدن وأن يسلموا عدن وأن ينسحبوا من عدن بالسلاح رفضوا في مشاورات جنيف، وكانت النتيجة عندما تعنتوا وعادوا إلى أرض الوطن دون أن يعني أن ينسحبوا من عدن كانت النتيجة هي تحرير عدن وتحرير الضارع وتحرير أبيان وتحرير شبوة وتحرير مناطق كثيرة. اليوم نقول لهم أن انسحابهم من الكويت لمحاولة إفشال عملية السلام أنه سيتم تحرير صنعاء وسيتم تحرير تعز، بل وسيتم بإذن الله تبارك وتعالى تحرير أرض الوطن بشكل كامل. نعم سيد عسكر، يعني ابقى معنا، نعود إلى الترحيب بالخبير العسكري الاستراتيجي العميد حسن الشهري. يعني سيادة العميد مساء الخير. النور تحية لك وللأخ الكريم العميد عسكر وللمشاهدين الكرام. أهلا بك سيادة العميد، يعني نبدأ معك، هل تكثيف هذه الغارات للتحالف العربي اليوم ويوم أمس يعني يعتبر ردا على تصعيد الحوثيين على الحدود وإفشال المشاورات، أم له أهداف عسكرية أخرى في هذه المرحلة؟ بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان يراد من هبوب العاصفة من جديد الآن تحسين شروط التفاوض كما ذكرتم، نعم، فيعني ذلك العودة إلى المربع الأول. نعم، أنا أعتقد أنه أصبح لدى التحالف وللقيادة الشرعية في اليمن وللشعب اليمني الآن، نعم، قناعة أن هؤلاء الإرهابيون والمرتزقة والعملاء ليس أمام التحالف من بد إلا استخدام الاستراتيجية المباشرة وهي القوات المسلحة. الجيش الوطني اليمني الآن قادر مع المقاومة أن يتوجه إلى صنعاء، نحتاج فقط إلى مديريتي أرحب وبني حشيش، نعم، هي البوابة الشرقية لليمن، ويكثف الطيران القوات الجوية للتحالف، نعم، من استهداف كامل المعسكرات، كافة وسائل ووسائط النقل، كافة وسائل ووسائط أيضا الصواريخ البالستية والكاتيوشا، نعم، أيضا يتعمد تعطيل وتدمير وسائل الإعلامية. الإعلام الداخلي اليمني الآن مؤثر في الشعب اليمني، الشعب اليمني وخصوصا بالإقليم آزال لا زال متأثر بالدعاية الكاذبة للحوثيين ولعفاش، نعم، وهم يصدقون هذا الكذب، يكذبون حتى يصدقون صد المجتمع يصدق ما يقال لهم وهو، نعم، عكس الكلام. لتعليق بسيط على ما أدلى به الأستاذ الكريم والأخ العميد عسكر على نجاح مشاورات الكويت، لا يمكن أن نلقي بالتهمة على الفشل بالكامل، ولكن مشاورات الكويت أضفت شرعية للإنقلابيين مع الأسف على حساب تنازلات من الشرعية، نعم، هذا كان واضح. استفاد الحوثيين من الوقت 3 أشهر، حسنوا من ظروف عملهم داخل الجغرافيا العسكرية داخل اليمن، نعم، استفادوا من الوقت للتهريب، اشتغل عملاء وتهريب وقناصلة تهريب الأسلحة. الحوثيون يحاولوا أن يحسنوا من شروط قوتهم العسكرية على الأرض ليكون لها تأثير على الطاولة، نعم، وهذا اتضح للتحالف. أما ولد الشيخ إسماعيل فمع الأسف إذا كان صرح وقال لم نسمح بأن تدخل القوات المسلحة لصنعاء، نعم، هذا الكلام مردود عليه، وإنسان موظف لا يفهم ما يقوله هو بنفسه. التحالف، نعم، قام دون علم إسماعيل ولد الشيخ، وقامت عاصفة الحزم ولن تنتهي بحول الله إلا بتحقيق كامل أهدافها، نعم، المجتمع الدولي. يعني سيادة العميد، نعم، يعني سيادة العميد، من خلال مراقبتك للتحركات العسكرية القائمة مؤخرا، يعني هل نستطيع القول أنها عملية عسكرية كبرى، يعني ستفضي إلى تحرير لصنعاء ويعني التعجيل في مسألة الحسم للدولة اليمنية؟ رجل يتحدث باسم الشرعية والشعب اليمني ومعالي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي وقال، نعم، هناك تغيرات وتكون على الأرض وسياسيا وهذه بدايتها. المتحدث باسم التحالف تعالى اللواء أحمد عسيري ذكر أيضا أنه إذا لم تفضي المشاورات السلمية إلى حل فسيكون دخول صنعاء عنوة بالقوات المسلحة. نعم، إذن تكرم بالبقاء معنا سيادة العميد حسن الشهري. نعود بالسؤال لضيفنا الآخر السيد عسكر زعال. يعني سيد عسكر، هل يمكن أن تبدو هذه العودة العنيفة للغارات كمحاولة لتغيير المعادلات على الأرض يعني بشرط تحسين شروط التفاوض، أم أنها يعني عملية عسكرية كبرى أو قد نقول عنها حاسمة؟ لا، هذا خيار الآن أخي العزيز، هذا خيار الآن أصبح. أنا أتفق تماما مع ضيفك الكريم وتقديري الكثير له بكل ما ذكر، إلا أني أقول أن هذا الآن أصبح خيار الشعب اليمني، خيار القوات المسلحة اليمنية، خيار المقاومة الشعبية. لا، ليست القضية الآن أن العودة على أساس تحسين عملية التفاوض. لو كان الغرض أو القصد من نجاح عملية التشاور لكانوا يقدموا ما يريدون أن ينجحون به، لكن هذه الفئة لا تريد أن تنجح، لا في المشاورة ولا، بل أنا أستطيع أن أضيف إلى كلام الدكتور أن هذه الفئة بالذات تحديدا قالوا بصريح العبارة، نحن لن نسلم السلاح ولن نسلم صنعاء، نحن سننتحر على أبواب صنعاء. هذا كلامهم ونحن في عمق المشاورات. هذا يعني، نعم، أقصد هذا يعني بالأساس أن الآن يعني تنشيط يعني عودة إعادة الأمن والحملة الآن العسكرية القائمة هي ليست قضية تحسين التفاوض،
إن عادوا أو إن أرادوا التفاوض فليأكل التفاوض على الشروط التي نريدها نحن. غيرها أقول أنه ليس من المقبول الآن حاليا أن نقول أننا سنعود إلى طاولة التفاوض على حالتنا السابقة، هذه لم نقبلها. نعم. وحتى قلنا أيضا في المبعوث الأممي أن إذا كان هنالك عودة للمفاوضات لن تكون إلا بضمانات حقيقية، وهذه الضمانات الحقيقية تبدأ بالتراتبية في قرار 6 الذي تبدأ بتسليم السلاح. لكن يعني سيد عسكر هناك يعني سيد عسكر ولو قاطعتك يعني نعم. سيد عسكر ولو قاطعتك بموضوع الضمانات نعم. يعني في الجولة الأخيرة التي أقيمت والتي كانت مزمنة كانت هناك ضمانات مقدمة من ولد الشيخ في يعني أمور واضحة لكنها لم تنفذ منها شيء، يعني ما الفائدة من الضمانات التي يتفق لا عليها لا في البداية لا وفي الختام؟ لا نقصد ضمانات إسماعيل، ضمانات إسماعيل كانت في هذه الجولة على أساس العودة لنقاش نقاط محددة وهي النقاط الخمس، لكننا نحن الآن ما نريده من ضمانات هو أن تكون هناك ضمانات دولية لانسحاب هذه الميليشيات من جميع مؤسسات الدولة من جميع المدن على رفع النقاط، تسليم أسلحة الدولة، سحب جميع الميليشيات من كل مناطق الدولة، إخراج كل من جندوهم أيضا في سلك الجيش بدلا عن الفرار. نعم. كل الموظفين الذين دخلوا بعد 21 يعني سبتمبر 2014 لابد أن يكونوا خارج الإطار. ما لم فإن المعركة ستستمر حتى نحرر أراضينا، وهذا هو خيارنا الأخير حتى هذه اللحظة. نعم. يعني سيد عسكر بسؤال أخير معك، يعني أنت تحدثت قبل قليل أن يعني وفد الميليشيا أو تحدثون أنهم لن يسلموا السلاح ولن يسلموا صنعاء حتى وإن ماتوا على أبوابها، يعني هذا التحدي الواضح، وأيضا في إشارتك أن مسألة الحسم العسكري هي باتت ضرورة، يعني لماذا لا تبدأ قوات الجيش الوطني وأيضا التحالف بتحرير تعز أولا كمفتاح لتحرير يعني مفتاح لتحرير البلاد بشكل عام باعتبار تعز يعني تمثل المعادلة الأهم والأبرز في حلقة الصراع؟ الجبهات الثلاثة الذي الآن يتعامل بها يتقدم فيها الجيش والمقاومة الشعبية مسنودة بالمقاومة الشعبية، ثلاث الجبهات الرئيسية والأساسية هي جبهة نهم التي هي على أبواب صنعاء، وجبهة تعز، وجبهة ميدي حرب. هذه الثلاث الجبهات الآن تتحرك، وهنالك ترتيبات أيضا يعني خلال هذه الأيام على أساس تحرك هذه الجبهات. بالنسبة لتعز، تعز الآن لو لاحظت اليوم وبالأمس أو خلال ثلاث الأيام الماضية هذه طيران التحالف لن يتوقف ساعة واحدة، وهو على يعني على 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 مدار الساعة يعني يستهدف يعني قوات التخلوع صالح والميليشيات على أبواب تعز. نعم. وفي القبيطة وفي حيفان وفي جميع المناطق هناك، يعني هناك عملية الآن لن نستقر بإذن الله تبارك وتعالى حتى تتحرر الأرض اليمنية بشكل عام. صحيح أنا معك أن هنالك يعني رمزية استراتيجية. نعم سيد عسكر هل ما زلت معنا؟ إذا مشاهدينا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد عسكر زعيل، نشكره كثيرا العميد ركن عسكر عضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت. نعود بسؤال إلى العميد حسن الشهري، يعني سيادة العميد من الملاحظ أن قيادات الحوثي وصالح العسكرية والسياسية تسرح وتمرح في العاصمة صنعاء، فيما الغارات تستهدف مواقع ومعسكرات معظمها خالية من القوات والآليات، لماذا لا تستهدف الرأس حتى اليوم؟ كنا قد دعينا قبل أكثر من عام باستئصال رأسي الأفعى. نعم. عفاش وعبد الملك الحوثي. لابد من نشاط للاستخبارات على الأرض، الاستخبارات هي الأداة الرئيسية للقوات المسلحة في أي دولة وفي أي مكان. نعم. إذا ضعف نشاط وعمل الاستخبارات في الميدان ولم يكن لها تأثير ومعرفة الأماكن حتى بالاستعانة بالاستخبارات الدول المتقدمة. نعم. لابد من المركز الثقل في اليمن الآن هم راسي الأفعى ليس صنعاء، هم عفاش وعميل إيران عبد الملك الحوثي. نعم. هم من يؤثرون الآن، هناك نقاط كثيرة لو نلقي الضوء عليها إذا كان في وقت. تفضل سيدة العميد. أهل الحل والعقد يا أخي في إقليم آزال بالكامل الآن كما أشرتم أنت وحضرتك قبل قليل إلى أن أهل صنعاء يعانون، كل الإقليم يعاني، كل المناطق الغير محررة تعاني. بالفعل. الحل والعقد في إقليم أزال بالذات ينتظرون أين تتعدل موازين القوى لينطلقوا إلى الاتجاه الذي ينتصر.
وهذا ما لم نكن نود أن يحصل في اليمن. أهل الحكمة وأهل الدين أن يتوجهوا إلى الحق مباشرة. لا زال صالح أيضا يملك مفاتيح هؤلاء، لأنه المال مغري والشعب فقير. الحوثيين خلال دخول المحافظات والمراكز أرهبوا المجتمع، تعاملوا معهم بالخوف والقتل والتدمير. و هو كما ذكر سيادة العميد، يعني بمجرد الخلاص من رؤوس الأفعى يعني تتغير المعادلة تماما. لا بد أيضا أن أتخلص يا أخي من العصبية المذهبية والقبلية والجهوية. لا نتمسك بالباطل على حساب الحق. لما نسمع تصريح من محمد عبد السلام، نعم، هذا الدنيء الكاذب، لما يستلم المملكة العربية السعودية مباشرة، ويعرف ماذا هي أهداف ونوايا المملكة العربية السعودية الاستراتيجية الحسنة تجاه أشقائهم في اليمن. نعم. المملكة العربية السعودية ليست دولة معتدية، لدى قوات مسلحة أوامر سياسية عليا ألا تتقدم، بالرغم من أن نتعرض كل دقيقة للاعتداء من الحوثيين على الحدود. ألا تتقدم خطوة إلى الأمام، نستطيع أن نتقدم ولكن ليس هذا هدفنا. المملكة العربية السعودية واليمن هما أشقاء ووجهين للجزيرة العربية، هما عمق الأمة العربية في أصلها وجغرافيها وتاريخها ودينها. نعم. وبالتالي لا يمكن قبول مثل هذا الكلام. أنا أعتقد يا أخي أيضا أن ضعف القيادة الشرعية في التأثير سياسيا واجتماعيا، نعم، وإعلاميا داخل اليمن لا زال يعطي دلالة على أنه فخامة الرئيس هادي، الحكومة اليمنية، وزارة الخارجية، الإعلام الموجه لليمن سواء إذاعيا أو تلفزيونيا أو عبر وسائط الاتصال الاجتماعي لا زالت غير مؤثرة. يجب أن نتوجه جميعا في التأثير في عقول وعواطف الناس. نعم. إذا لم يكن الإعلام قادر على التأثير في الآخرين، فالآخرين سبقوا القيادة اليمنية للتأثير فيهم وصدقوهم. نعم. يعني أنا أعتقد أنه العملية العسكرية الآن، نعم، يجب أن تستثمر وأن تستمر دون هوادة. والحوثي الذي يتكلم ويتغنى على أكثر من قناة معادية سيرضخ للأمر الواقع، وإذا كان هناك طاولة للسياسية أو دبلوماسية للمشاورات فسيأتي وهو موافق على كل الشروط. نعم. والأمم المتحدة لا تأتي معها بحل، يرسلون موظف فقط لتقريب وجهات النظر. أما الأمم المتحدة فهي تقتات على المشاكل في دول العالم، والدول، نعم، الكبرى في العالم هي معادية للأمة العربية والإسلامية، ولا يهمها وليس من مصلحتها أن يحل السلام في اليمن أو في أرض الجزيرة العربية أو في الأمم العربية. نعم. يعني سيادة العميد، لو عدنا للموضوع في ما يخص المعارك على مشارف صنعاء، يعني أيضا التحالف خلال الساعات الماضية أعلن عن إيقاف الرحلات في مطار صنعاء. لماذا اضطر التحالف لإغلاق مطار صنعاء ويعني القيام بهذا الإعلان في هذا التوقيت تحديدا؟ أولا من جانب أمن وسلامة، ثانيا لابد من إبلاغ الأمم المتحدة أن هذه المنطقة منطقة عمليات عسكرية، ولا يجوز للطيران المدني، نعم، أن يتقدم من خلال هذه الأجواء. ثالثا نتمنى أن يأتي إعلان آخر إضافي بإبلاغ كافة المنظمات الدولية والإنسانية إن كانت تعمل في اليمن، وأشك في ذلك، مع سفراء ودبلوماسيين الدول الأجانب أن يغادروا صنعاء. نعم. يجب أن تتوجه القوات المسلحة إلى صنعاء، يجب أن في أقصر فرصة أن هناك ثلاثة ألوية أعلن عنها الآن، وهي فرقة تقريبا أو أربع ألوية، نعم، تخوض عمليات بطولية باتجاه بعد نهم باتجاه بني حشيش واللواء 62 التابع للحرس الجمهوري في أرحب. نعم. ثم يصبح المطار والقاعدة مفتوحة، ثم أبواب صنعاء الشرقية مفتوحة. يجب أن تحاصر صنعاء من جميع الجهات. نود من فضيلة شيخنا الشيخ حمود أن يعود إلى تعز، ومن الرئيس هادي والحكومة أن تعود إلى اليمن. نعم. أن تدار المعركة من الخندق وليس من الفندق. هذه تضفي معنوية كبيرة جدا للمقاومة وللشعب اليمني وللجيش الوطني، تعطي دلالة على أن هناك نية تتوجه للوصول للأهداف النهائية في هذه المرحلة بالذات.
نعم، إذن أشكرك جزيلا الخبير العسكري الاستراتيجي العميد حسن الشهري، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث. في الختام لا يسعني إلا نشكر ضيوفي العميد ركن عسكر زعيل عضو الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، وأيضا الشكر للخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن الشهري. وختاما تقبلوا تحياتي وتحيات معد البرنامج الزميل محمد القاسم، كما هي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى أترككم في رعاية الله وحفظه.